وين ما كنتوا مشاهدينا بدي احييكم مع بداية الأسبوع بعد نهاية نهار طويل مبارح من الانتخابات في جبل لبنان يلي هي كانت المحطة الثانية بالاستحقاق الانتخابي البلدي والاختياري الطويل بقدر أوصف فيه كانت حامية وين ما كان، ولكن يمكن روح الديمقراطية كانت مسيطرة وين ما كان. والمهم مبروك لكل يلي نجحوا وأيضا يلي ما وافقهم الحظ، كمان فينا نقول لهم أنه منا خسارة، هن كانوا متقدمين للخدمة العامة لأنه بالنتيجة البلديات هي إنماء، هي خدمة عامة. وبتمنى كمان اليوم أنه تكتمل طبعا تطلع كل النتائج الرسمية، وأنا بدي وجه شكر أكيد لكل اللي عم يشتغلوا لوجستيا بموضوع الانتخابات بالقائم مقاميات بالدوائر بالاقتراع بالمحافظات، لأنه كله يدوي للأسف قديش عم ياخد معهم من الجهد. على كل حال معالي وزير الداخلية والبلدية بالأمس أستاذ نهاد المشنوق بمؤتمره الصحافي اعتبر أنه جو الانتخابات كان فعلا جيد جدا، وبالتالي لخص أنه عدد الشكاوى الأمنية اللي تمت معالجتها بلغت 170 شكوى إلى جانب 200 شكوى إدارية، وشارك عمليا حوالي 834 ألف ناخب وناخبة، وهيدا أكيد بدل قديش الناس متعطشة أن تمارس حقها الانتخابي. وعلى أمل أكيد المحطة الثالثة في الجنوب والرابعة في الشمال، وبعده أكيد المجلس النيابي والأهم رئاسة الجمهورية. معلومة في معلومتنا لليوم، أنا بدي أتوقف مع مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان اللي أكدت أنه قطع المياه عن شرق العاصمة والأسواق التجارية من ظهر الأحد بانتظار انتهاء التصليحات يلي عم بتقوم فيها مؤسسة كهرباء لبنان. ولكن أنا بدي أضيف موضوع أنه إذا كانت مؤسسة الكهرباء عم بتقوم بتصليحات كتير مهمة، ولكن اليوم بقدر حدا يخبرني ليه بالأشرفية قلن ثلاث جماع وبلشنا بالرابعة بحي الجعتاوي ورمايل، خصوصا الجعتاوي على الواطي يعني حي القبيت ما عندهم مي اطلاقا، لما بنحكي مع عمليات الضخ بيقولوا نحن عم نضخ بشكل طبيعي، بنفهم بعدين انه في اشغال عم بتصير لتحسين وصول المياه. كثير منيح ويعطيهم الف عافيه. والناس طلعت على محطه فسوح وسالت وتشكت وكل واحد خبرها شيء. انا هيك بمعادله بسيطه جدا بدي اقول، إذا كان في من أشغال لتحسين الخط أو الأسطل وبدها تاخذ أكثر من أسبوع أو يومين، نحن اليوم رح نفوت بثالث جمعة يعني رح نفوت بالرابع شهر، ما بحق لهم هؤلاء المشتركين بمنطقة بقلب العاصمة بيروت بالأشرفية يعرفوا إنه لازم يدبروا حالهم؟ وفي مناطق ما بيوصل عندها السترنات المي حتى تطلع مي، ومنهم الناس ختيارية وأنا حكيت عنهم الأسبوع الماضي بطوابق عالية ومن الصعوبة يوصل ستان. طيب بيقعدوا الناس بلا مي؟ إنه بفهم اليوم في انتخابات بلدية واختيارية والناس مشغولة فيها، بس مياه بيروت شو دخلتها بالموضوع؟ ما بتقدر تبلغ مشتركين أنه نحن عم نقوم بأشغال لتحسين المي وراح تنقطع رح ينقطع المي لمده شهر لمده جمعه لمده جمعتين ما بعرف ليني، حتى الناس تعرف حالها شو بدها تعمل؟ ومين بيعود على الناس حق سترنات المي والمي؟ وفي منهم برجع بقول ما وصلت المي عندهم. نحن اليوم رجعنا عودنا الاتصال بالشكاوى على 3 3 1 1 9 7 0 1، ما كان حدا عم بيجاوبنا، ما بعرف ليه ما في حدا على الشكاوى حتى نرجع نبلغهم انه منطقه الجعتاوي ورميل بدون مي من 3 جماع وبلشوا باليوم الرابع. بتمنى إذا في تأخير وإذا في أشغال للتحسين أو لأي شيء تاني يعملوا معلوفة بلغوا المشتركين أقله احتراماً لإلهم. نحن اليوم بما أنه داخلين على الانتخابات البلدية والاختيارية وعم ببين قديش في إقبال، وخصوصاً قديش الشباب اليوم عم بتحاول أنه من خلال مشاركاتها الكثيفة بالاقتراع، إن كان من خلال ترشحها أيضا، إن كان من خلال إعطاء رأيها ببعض المناطق اللي يعني عم تفرض إذا بدنا نقول لوايح. نحن اليوم عملنا جولة بالحل عنا وسألنا الشباب وسألنا الناس شو بدكم من البلديات. منشوف سوا هالروبورتاج مع سندي محفوظ. هيدا لبنان بلد الناس
مطلوب من بلديات لبنان كلياتها زباله اول شيء يشيلوا لنا اياها وشوي يجددوا بالبلد، يعني ما بدنا حدا كبير اختيار، بدنا كله جديد كيف برا كله بيجددوا بكل شيء. عنا كمان نفس الشيء، يعني حتى الرئيس يكون شاب ما عنا مشكله. اكيد انه ما يكون عنصر الشباب بالبلديه وبالمخطره كمان، لانه عن جد نحن هلا بحاجه انه يكون عنا شباب عم يقدروا يساعدونا بقصص نحن بحاجه لها، وعلى قليل يعرف يكتب اسمنا يعني بس نروح عند المختار يعني. ايامنا جيلنا عم نروح، هلا جيل الشباب يعني التطور وكذا والعلم له تاثير كمان. يهتموا شوي بالمناطق، يهتموا بالطرقات، انه عم ياخذوا هن ضريبه وعم ياخذوا كل شيء، يهتموا بس بالقليل بالعالم الموجوده بالمناطق تبعهم. يبلشوا يشتغلوا، مش كل واحد يدب على جيبته، يبلشوا ينظفوا مناطقهم، يبلشوا يعملوا مشاريع منيحه. ما هي العنصر النسائي والشبابي ضروري بالقلب البلديات يكونوا وبيفعلوا الدور الشبابي، واهم شيء اهم شيء هي شيل الزباله. اكيد نحن بدنا جيل جديد هلا يكون يشتغل لهالوطن، لانه هو هذا جيل المستقبل. يعني لازم يكون الشباب نص بنص والنساء كمان. المفروض انه كل انسان عايش بمنطقه ينتخب بالبلديه تبع هالمنطقه. الشيء اللي المواطن اللي بده اياه كل يوم يروح ويجي على شغله، يطلع بيته، انه يكون في تسهيلات. حسن المنطقه اللي مرشح عنها شخص او المجلس البلدي. طبعا الحاكمه تلبغت اللي هو زباله، اش بنتخب انت كتر الزباله؟ عم بحكي من قد ما انا موجوعين، نحن خرب بيوتنا، اولادنا مش عم نقدر نطعمهم. ما فيش موظف طلع على السما بوظيفته الا باعماله. اذا معك مال وما معك اعمال لشو الحياه؟ يعني بعتقد هذا الربورتاج بدل قديش اليوم عنصر الشباب هام، وقديه دم جديد بالبلديات. واخر تعليق هيك كثير لفتني، انه ما حدا موظف طلع معه وظيفته انما طلع معه اعماله. وانا بدي اقول ما في بلديه بتنجح الا اذا كان شعارها الاول والاخير هو الانماء الفعلي، وهذا اللي بنتمناه نحن من البلديات. وكلنا هلا منتظرين المرحله الثالثه بالجنوب، واللي الليله بتنتهي مهلة تقديم الترشيحات أو سحب الترشيحات. يعني مفروض الترشيحات الليلة قبل الساعة 12، إذا في ترشيحات مفروض تنسحب. وأكيد اليوم كل الاستعدادات لهال استحقاق البلدي الديمقراطي المتمنى على كل الأراضي اللبنانية. طبعا اتصالاتكم مشاهدين على 0444444 وباخد أول اتصال لليوم. ألو. ألو بونجور. بونجور مدام. كيفك مدام ربك؟ أهلا أهلا وسهلا. بدي اسالك بخصوص الاجارات القديمه. نعم. هو ماشي هذا القانون؟ ما دام القانون ماشي وفي اعتراض ماشي؟ كان من المستاجرين على بعض ايه؟ النقاط يلي ما اكتملت بهذا القانون، ورجع نعم. نظر فيها المجلس النيابي بناء لشورى الدوله او القضايا اذا مش مغلطه، وناطرين الهيئه العامه اذا اجتمعت حترجع تشوف وين توصلت رجعت الاداره والعدل والهيئه العامه حتى تنظر نهائيا بهذا القانون. ولكن عم يصدر احكام من بعض القضاة وبيعتبروه انه نافذ. عنا فاصل ومنتبه. تبدا اتصالاتنا دائما على 0444444. الو الو. اهلا مدام. الو بونجور. مدام ربيكا. نعم. معك مدام، عم تحكيكي بخصوص الاوتوستراد السريع ابو عبديت. ايه نعم. انا من مدي حكيتي. نعم. وانا ممنونتك لانك ضويتي، لانه اولادنا عم يطلعوا بالعتمه. ايه. وخطر كثير، عم بيصير عليه كثير اكسيدنت. نعم. ولكن كل 10 متوره لتضوي لمبتين. مزبوط. كثير في تقطيش وما في اضويه مزبوطه. اذا ممكن هلا طلع بلديات انه تصلح شوي. هذا المطلوب. انا بموضوع الاناره مدام كنت عم بحكي في قسم من انارته موصوله على بعبدات،
بس القسم الثاني يعني المش موصول اللي يعني اللي فيه مشكلة يعني من نهر الموت لهيدي النقطة، هون كان الإنماء والإعمار هو عم بيرجع يعيد النظر بالموضوع لإعادة الإنارة، وانطرح كتير أمور. يعني إن شاء الله هلأ البلديات المعنية بالمتن السريع إنها تضغط بموضوع الشغلتين، الإنارة وموضوع كمان السرعة يلي عم بتصير والحوادث. يعني كل ما شتت الدنيا عم بيصير في حوادث كتير، يعني يا مطارح بدها تجريح يا بدها يعني الطريق كتير صارت خطرة خصوصا لما بيكون في مي. إن شاء الله يعني نحن أكيد أنا بهني كل رؤساء البلديات يلي معنيين، إن كان ببعبدات الدكتور هشام لبكي يلي تعرفنا عليه عبر هالبرنامج، إن كان كمان دكتور عادل أبو حبيب يلي صراحة هو كمان صار برومي معني، الأستاذ جورج سمعان ببصليم نهر الموت جديدي، الأستاذ أنطوان جبارة، الأستاذ ميشيل عساف المر، كلهم معنيين بهذه الطريق، لأنه بالنتيجة مثل ما قلت شريان حيوي اليوم صار. إن شاء الله إن شاء الله. كمان بياخد اتصال آخر. ألو ألو بونجور. بونجور بونجور مدام ريبيكا. بونجور، معك كلودين عاصم من ترغل. أهلا فيك. أهلا فيك كلودين، تفضلي. مدام ريبيكا أنا بدي أحكيكي عن محرقة ببلد ديب على بلدية برليه. أوكي. عم يحرقوا الزبالة بطريقة عشوائية الصبح وبالليل، نوع الصبح نحن غطايطة متلية الدنيا ما فينا نفتح شباك، واصلة على تربل الغطايطة والريحة؟ ايه عم تجي لأنه هي مساقبة شوي عمالة تربل، عمالة تربل بالسهل، يعني الغطايطة كلها عم تجي على تربل والعالم كلها هون عم بتضلها ساخنة. لخبرك هيدي مش جديدة كلود، لها انذار انه نعم. سكرها بس بعد لهلأ ما سكريت، هيدي من شي أربعة أشهر وبعدها لهلا من 14. قال لك شغله، قضيه بر الياس مش جديده، قضيه قديمه ومش بس عم توصل على تربول على المرج وعلى كل المحيط للاسف. هلا وزاره الصحه بتعرفي اساسا مين على حرق حرق النفايات وعم تعمل كانت زبوطه بالبلديات. هلا ما بعرف ليه ما تنفذ قرار وزاره الصحه، مش مهم نعمل زبط، مهم نحن نوقف المحرقه، نلاقي طريقه تانية، هيدا الاصول. إن شاء الله هلأ صار في بلدية جديدة، إن شاء الله بتكون أولوياتهم هذا الموضوع، وبالتالي طبعا يعني لحين ما يستلم البلديات الجديدة مفروض أنه وزارة الصحة والصحة بالمناطق تلعب دورة من هالناحية هيدي. كمان اتصال. ألو ألو، عم تسمعون؟ عم تسمعونا عن التلفزيون؟ ألو الو. ايه اهلا مسيو. الو تفضل مسيو، وطي التلفزيون من عندك، انا عم بسمع التلفزيون من عندك، اسمعني على الاباري بليز. الو مدام. اهلا مسيو تفضل. وطي للاخر التلفزيون اذا عم تحكي معي. ايه انا ما بدي يوصل الاخر، بدي صوتك يوصل لعندي اقوى من التلفزيون. وطي صوت التلفزيون وحكي معي بليز. واطي على الاخر. بونجور مدام. بونجور مسيو تفضل. عم بحكيكي بموضوع صار لنا 10 ايام نعم ما عندنا نقطه مي بالشارع كله بالبيوت. اي شارع؟ عبدين ثلاث اربع مرات وخزانات بشجيده اسمها شارع الانوار. اوكي، حكيتوا مع مياه برج حمود؟ ما حكينا مع حدا، كل يوم بيوعدونا شيء وبردوا علينا وبيضحكوا علينا. طيب اذا ما حكيتهم كيف وعدوك؟ ولا بيعتذروا ولا بيقولوا لنا شو السبب. انا معك يعني، بس انتوا كيف وعدوك وانتوا ما حكيتوا معهم؟ صار لي جمعه حكي معهم، حكيت معهم اربع مرات. ايه وشو قالوا لك؟ شو قالوا لك السبب؟ ما شيء، ما يقولوا لنا شيء، انه ليش وقطوا على المي، في شيء اسطر، في شيء مش معروف، الشارع كله ما في مي. اوكي. شارع الانوار بجديري. عرفتي وين؟ ايه ولو على طلعه الطلعه يعني وين قصر العدل الجديد. بالشارع البارالل. شارع البارالل لإله. مزبوط. اوكي. رح نحكي مع مياه برج حمود. كمان اتصال. ايه. تفضل مسيو. ايه عارف. مسيو. الو. ايه تفضل تفضل. الو بونجور. بونجور، كيفك مدام ريبيكا؟ اشكر الله. جورج حاج معك. اهلا استاذ جورج تفضل. اول شيء مبروك.
مدام ريبيكا، انا عندي مشكله، بعثوا لي مسج للاو ام بي على بعثوا لي مسج للاو ام بي انه في عندي رادار ضابط 100,000 ليره بالنبطيه. نعم. ب 4/5/2016. نعم. هن حكوني ب 7/5/2016. نعم. انا ب 4/5/2016 كنت بترون شيك انفي، انا بشتغل على الفان بوزع بضاعة. نعم. كنت بشيك ببترون شيك انفي، يعني معي، يعني انا صار لي 7 سنين، وسبع سنين بيعرفوا ماني نزع النبطية، وما بعرف النبطية، وما عندي فكرة كيف اكلت هذا الضابط. بلكي في يعني حدا مزور رقمك او شيء. 100% 100%. رجعوا دقوا لي الاو ام بي، عم بيقولوا لي كرمال الضابط بدك ترفع بال 19. قلت لها سوري، بس انا ماني هيدا، بدي شوف شو لازم اعمل، لانه انا ما بنزل نبطية، ومش انا بدك تتوجع على هيئة السير حتى يتاكدوا اذا انت في حدا مزور على رقمك. هي اول نقطة. وثاني شيء، يعني ما بعرف هون اذا يمكن بيزودوك بهيئة السير، يعني بالنافعة، شو لازم تعمل؟ او بركي بتبين السيارة معهم على الرادار، ما يعني كمان هون بدك، يعني بدك تعمل كتاب موثق. لا، لانه انا بعتقد لنا انه شيء بعدين واحد يروح يعمل له عملية سرقة، يروح يعمل له يضرب له حدا على الطريق. اكيد تحط انت المسؤولية عليك. من هيك عم بقول لك لازم تتواصل اول شيء مع هيئة السير. هلا يلتغى الضبط، ما بعرف كيف بدها تصير، بس اول شيء بالنافعه مفروض انهم يشوفوا اللوحه عندك، يشوفوا اذا في لوحه ثانيه، لانه بتصير كثير هيدي الشغله، بتصير مش انه ما بتصير. يعني خلينا شغله ورا شغله، بس لازم تستعجل قبل ما ينتهي موضوع الضبط، حتى كمان ما يصير يسجل لك غرامات. كمان اتصال. الو، اهلا. مرحبا مدام. مرحبا. بحكيكي مدام بخصوص المي بأرض جلول. نعم. كل المنطقة صارت شفاطات وصاروا ترومبات، ويوم تدقي لهيئة المي يعني ما بيعطونا أي عقدة، يعني بيقول لك اعملي نبفون، بس شو بدي أعمل لك، ما في حل، ما في، ما بعرف هيك شي حكي. يعني كل المنطقة شفاطات وترومبات. ايه، لانه لقلك ليش، وبدك ويني كمان، وبعدة مطارح، لانه مياه بيروت عاملة هلأ نية طريقة كميات المي الموجودة عندها توزعها بالتساوي. حتى بدك ويني على سبيل المثال كانت توصل على العاشر، هلأ ما بقى توصل، لانه ما بقى عم يعطوها نفس الكميات. من هيك بيطلبوا هن بالنسبة لهم يوصلوا المي على الطابق الاول الارضي، ومنه بتندخ مثل ما عم بتقولي بالموتور. هلأ لأي متى ما بقدر أعرف، إن شاء الله هلأ نيه في تحسينات من خلال جر مياه القوة اللي على بيروت، هيدي كمان بكرة بتزيد المي وبتخفف معاناة التأنين. ولكن لا تصير هلأ إذا في مشكلة، ما المي كتير خفيفة ما بتطلع، صار موضوع آخر، يعني مفروض نحكي مع مياه بيروت، لأنه اليوم المي ما بقى رح تطلع على الطوابق بدون موتور. والسنة عنا نقص بالمي مثل سنة 2004، ما في كميات مي كتيرة، التلج اللي اجا كان سطحي، ما كان في عنا تغذية إضاءة كتيرة للمياه الجوفية. كمان اتصال. ألو. ألو، بونجور. بونجور مسيو. مدام ريبيكا، كيفك؟ نشكر الله. معك شخص من ضيعة اسمه بريح شوف. ايه، أهلا وسهلا، وصار عندكم بلدي لأول مرة. يعني لأول مرة كنا نحن من بعد العودة، قديش مهمة؟ رح أقول لك شغلة مدام ريبيكا، كنا مبسوطين وطلعنا، بعتقد إذا ما طلع على النسب اللي طلعت. لا هيك صراحة تفاصيل، لا صراحة ما عندي. يعني كنا بنسبة كتير كبيرة وطلعنا من قلبنا، وكنا مبسوطين إنه صار في توافق بلائحة بتضم 6/6، يلي مع إنه قبل التهجير كانت 7/5 للمسيحية. مش عم بحكي طائفية، بس عم بحكي الأرقام هلا. يعني هيدي تثبيت للتعايش. إيه، عملنا 6/6 لحتى نثبت هالتعايش وهالرجعة اللي رجعناها. بس لسوء الحظ الشيء اللي بيزعلك انه بعد 40 سنة، وبعد انه انا خلقان ببيروت وما بعرف الضيعة وما بطالع من قلبي لحتى ننتخب ونعمل مجلس بلدي ببريح، اخر النهار بيطلع لك انه صار في اتفاق بين اخواننا الدروزي شطبوا الاسامي المسيحية، فتخلص اخر النهار 7/5 للدروز. طب نحن عم نطلع على طريق نظيفه وعلى نيه طيبه وقلب صافي لنعمل مجلس بلدي ونقوم بهالضيعه اللي انحرمنا منها مده 40 سنه.
انه اذا مبلشين هيك كيف بدنا نكفي برايك انت؟ ليك برايي يعني انا ما بقدر هذا موضوع فيكم تعترضوا عليه لدى وزاره الداخليه. اكيد بس الموضوع اللي بدي اقول لك اياه يعني نحن بنتمنى انه ان يتم التوافق. ما بدنا طائفيه وما بدنا طائفيه. صحيح صحيح. انه طب وبعدين؟ طب اذا هيك البدايه كانت لوين رايحين نحن؟ يعني انا بس انا بعرف انه عم بشتكي لك عم يعني من قلب موجوع صدقيني لانه كنا مبسوطين باللي عم بيصير. البسط راح لشيء كثير بشع ولشيء مش مفروض يصير ولشيء اللي انه نحن بدنا نفتح الصفحه جديده. هيك ما تنفتح صفحات جديده ابدا. لو اعترضنا ولو رجع هالشخص السادس العضو السادس المسيحي محل العضو السابع الدرزي بس برضه البدايه ما كانت نظيفه ابدا وما كانت حلوه ابدا. كنا نتمنى تكون بغير طريقه ابدا. يعني شيء بيزعل كثير كثير. بس هذا أنا حبيت تشغل بس على عبر برنامجي. اهلا وسهلا فيك. بالنتيجه كلكم اولاد ضيعه حلوه كثير وهلا عم تتعمر كنايسها وشوارعها والكل بده يرجعوا لها وهلا صار عندها بلديه بعد العوده. خلينا نمد ايد بايد الكلنا سبعه ولا خمسه ولا اربعه ولا ثلاثه. المهم نيه الانماء تكون موجوده والتعايش ما تعتل هام بيترسخ شوي شوي. ما تفتكر انه ما حدا بيقدر يلغي تعايش. الموضوع انه مفروض يترسخ وان شاء الله شوي شوي يمكن تنقلب مرات تصير الدروس خمسه انتم سبعه ما حدا بيعرف. المهم هلا نيه نلحق النص الكبايه المليانه وتتعمر البريح وترجع كل الاهالي عليها. باخذ اتصال جديد. طبعا الاعتراض هيدا حق لكم وهيدي باللعبه الديمقراطيه وزاره الداخليه طبعا بتكون حاضره لهذا الموضوع. اخر اتصال. الو الو تفضل مسيو. بونجور. بونجور مدام ريبيكا. معك جورج. اهلا مسيو جورج. نحن عندنا مشكلة على طريق رومية. ايه في جبلات زيروك اول ما تطلع طريق رومية القديمة. ايه بوجه الجبلات عاملين قنايم صب بعض نص الطريق بضلوا هالحدايد قشطين. بتكون ماشي بالليل ما بتعرف اي ساعة بتقشطي بقلب الجورة. يا بتطير دولابك بتتكسر السيارة. رجعنا بلدية جديدة كذا مرة. كل مرة بيحكون انه مش مفروض اوتوستراد طريق عام. انه مفروض يعملوا مثل انه انا بنص الطريق انه يحطوا فوق هذا هي ضمن ليش هي ضمن نطاق بلديه الجديده او ضمن نطاق بلديه روميه؟ لا هيدا ضمن نطاق بلديه الجديده. نحن رجعت بلديه الجديده كذا مره رح نحكي عنها انه رح نظبطها. المي فالته هيدا مية تبع خلينا نشوف اكيد. يعني اصلا الجبلات وين ما كانوا مش بس قضيه انايات وغيره وواحد ينزل كمان كل هالبيتون عم يجي على السيارات. خلينا انتقل معكم لصوره اليوم. الو عفوا صوره اليوم. طبعا صوتك فرصه بلا ما يشتروك. سكر الدكان اللي هي عم بتراقب كمان اللي لها خبرتها بهذا الموضوع. نحن بدنا نحط بالصندوق الصوت نحط الناس اللي بنعتقد انه ونحن واثقين انه بدهم يجوا على البلدية للإنماء. ما بدنا نحط للصندوق ناس ريشينا. هيدي الرشوات كتير عم نحكي فيها. مفروض الناس كتير تتعالى على الموضوع لأن صوتهم صوت حر وبالوقت ذاته مفروض يعرفوا ينتخبوا للإنماء. بعطيكم موعد بكرة. إلى اللقاء.